22 فبراير 2017 في البحرين اليوم بيكون لنا تقرير يستعرض مشروع خاص بالسياحة العلاجية التجميلية في مملكة البحرين. أما الواحد ينجح أنه يهدي نجاحه لبلده وأنه يحاول باسم هالنجاح يطلق مشروع في مجاله، لكن يرجع بالنفع على ديرته، على عيال ديرة البحرينيين الأصيلين. مشروع للسياحة العلاجية التجميلية في مملكة البحرين نتابعه معاكم في هالتقرير، وبعد راجعين نتكلم عنه مع ضيفتنا في الاستوديو. خلكم ويانا. What brought me to plastic surgery is I think the woman inside me, the love and the interest in body figure. Will it be in the woman or the man, respecting the body curves, beauty, maybe my personality as well, and my passion even to surgery. All in all, made me choose plastic surgery. دخلت الجامعة. خلصت الجامعة جات الاختصاص. البنت ذكية معنى الكلمة يعني، فقلت أنا أبي طموحها، خليك زي ما تبغى أعطيها، لكن أنصحها من الشيء الخطأ، مع العلم أنها ما تخطي إلا شيء بسيط، فتسمع كلام. تخصصت في الأذن والأنف والحنجرة اللي أنتي زين، وخلصت وبدأت في الجراحة العامة. ابعثوها إلى فرنسا، هناك الجراحة العامة فضلت أنها تختص في الجراحة التجميل. The type of training I have done was actually divided into so many fields and sectors, I would say. It's the basic training of plastic surgery, which should be in government hospital, and I had a paid job in France. This has influenced me a lot, even in my selection of the place where I want to do training in plastic surgery. طبقت عملها جراحة التجميل في السعودية في مستشفى سعد، بعد سنتين رجعت إلى البحرين وفتحت العيادة. I do travel a lot in order to update myself with the newest techniques and technologies in the field of plastic surgery. عبير خذت طموحها أنا كأب لها، أنا المثل الأعلى لها. سافرنا مرة من المرات إلى لندن ورحنا حق محل ألعاب، فتلقاها تنعد الأطفال وهي تروح قدامهم، لازم تلعب وهم وراها. لما تقنع تروح، حتى لما رحنا حديقة الحيوانات تلقى بعض الحيوانات اللي ما عمرها شافتهم تروح لهم. أخاف عليها أقول لها، قال لها ما تخاف أنا أروح لهم. I've been asked by a lot of my patients if we have the possibility of having a female team as anesthetic and nurses as well as I myself, and it was really easy to find a complete competent team, female team. أنا أرى استثماري في عبير أنها دكتورة جراحة ناجحة، وأنها زوجة ناجحة وأم ناجحة، وبالنسبة حق عائلتها ناجحة، وهذا الشيء اللي يخليني أطمئن على مستقبلها. رجعنا لكم مشاهدينا بعد التقرير، وتنضم لنا اليوم في الاستوديو استشارية جراحة التجميل الدكتورة عبير الكبيس اللي سعت لتنفيذ مشروع السياحة العلاجية التجميلية في مملكة البحرين. يمسيك بالخير دكتورة. أهلا وسهلا أخوي. حيا الله من نيانا في البداية، ودنا نعرف لأي مدى اليوم صار عند الناس وعي بمفهوم الجراحة التجميلية في مملكة البحرين. الحمد لله بفضل رب العالمين والمساعدات اللي نحصلها من الحكومة ورضا الوالدين، أكيد قدرت أنا وحتى زملائي في البحرين من نخبة جراحين التجميل إن احنا نظهرها بالصورة اللائقة، على اعتبار إن نسبة المضاعفات اللي شائعة جدا في العالم من جراحات التجميل تعتبر قليلة بشكل ملحوظ في بلدنا البحرين. نعم. إلى جانب أن إحنا أتكلم عن نفسي، أسعى جداً أن أنا أكون إنسانة مطلعة في مجالي، أحسن من مستواي يوم عن آخر، وأسعى بالفعل أني أنا أظهر صورة بلدي في العالم. نعم. إحنا ودنا نعرف من خلال خبرتك متى تكون الجراحة التجميلية خيار مطلوب، ومتى تكون مجرد مواكبة للموضة، مواكبة للمظاهر اللي نطلعها اليوم
عند الشباب موجودة، مجرد أنهم يواكبون يعني هذه الموضة اللي نشوفها عند خلنا نقول الفنانين ولا الناس اللي يشوفونهم في الإعلام بشكل عام. صحيح، جراحة التجميل المفروض نكون إحنا واثقين ومتعارفين أنها جزء لا يتجزأ من الطب، فهي جراحة وعلم وطب، لازم تمشي على حذافير معينة، على قوانين معينة. للأسف صارت جراحة التجميل مقترنة باقتران كبير بالإعلام وبالدعاية وبالمدخول المادي الهائل. نعم. فلابد من التوازن ما بين تطبيقها كعلم وتطبيقها كموضة وإعلام. فالشباب صايرين يمشون حوالين أو وراء الإعلان اللي قاعد يصير والتحسين من المظهر وليس التغيير من المظهر. احنا مسؤولين ان احنا نبين انه في مجال ان احنا نغير مظهر الشخص وفي مجال ان احنا نحسن المظهر، فلازم نمشي وراء الضمير وراء العلم وراء القانون، فنسعى الى تحسين مظهر الشخص وليس تغييره. نعم. فأعتقد هذه دورنا احنا كطباء وجراحين، لازم نبين انه ما نسعى وراء الإعلام بالفعل. يعني المجال. بالعودة يمكن حق الجمل اللي تذكرين قبل شوي، فعلا الإنسان يعني يعود في النهاية لإنسانيته، يعود للقانون اللي حده، يعود للمفاهيم الطبية اللي بلا شك أقسم عليها الأطباء أنهم يؤدونها بشكل صحيح وسليم. بالفعل. أن أنت ما تتعدى حدودك وما تتعدى your limitation مثل ما نقول في الطب بحجم خبرتك. إيش كثر الدكتورة خلنا نقول شخصيا رفضتي حالات يات وهي ما تحتاج جراحة تجميلية تقريبا للأمانة. في يومي يرفض 30% من في اليوم الواحد اللي تشوفين فيه مرضى. اي نعم. لأسباب مختلفة، يعني إما تكون نفسية إذا المريض أو المريضة يسعى لأشياء غير واقعية. نعم. أو أرفض لسبب إنه المريضة أصلاً حتى مادياً ما مقتدرة، فيفضل إنها ما تي على نفسها وعلى طاقتها وتسعى. نعم. لعمليات التجميل. وتجرحين لها السبب إن أنا رفضتك بسبب قدرتك المادية. إيه بالفعل، ما في يعني لما تذكر إنها ماخذة قرض علشان، فما في داعي. أنا ما استحيل أخذ قرض حق شيء ثانوي. باخذ حق شيء أساسي. صحيح. فهي العملية التجميلية للتجميل البحت مش ضرورية. وأرفض كذلك للعامل الصحي، يعني إذا المريضة أو المريض فيهم خلل صحي أيا كان، هذا بكل تأكيد راح ترفض المريضة. نعم، احنا قاعدين نطلع لقطات من عيادتك والحالات اللي تشوفينها يوميا. للأمانة أنا هنيك على هذه يعني شكرا. الروح الجميلة اللي فعلا تتعاملين فيها مع مرضات، ونتمنى لك بلا شك التوفيق. ودي أعرف دكتورة عبير، اليوم المجالات اللي تندرج تحت جراحة التجميل مجالات عدة ومتنوعة، يا ريت لو تعطينا كذي نبذة بسيطة عن أهم المجالات اللي تندرج تحتها. نعم. جراحة التجميل مثل ما قلت لك هي جزء لا يتجزأ من الطب، فهو ينقسم إلى تجميل بحت، تحسين المظهر وتجميله، وإلى قسم ترميم، يعني تعديل ما أفسده الحوادث وما أفسدته الأمراض، يعني الأمراض الخبيثة، فهي تعويض أجزاء وأطراف من الجسم، كذلك ترميم الحروق وغيرها. نعم. في جزء اللي هو جراحة اليد ومشاكل اليد، تندرج أحياناً تحت جراحة التجميل. كذلك أمراض أو مشاكل الفك والوجه والجمجمة تندرج تحت التجميل. طبعاً بعد في جزء تجميل الأطفال اللي هي العيوب الخلقية. أنا حالياً بحكم وضعي والطلبات اللي يتي علي وكوني امرأة في الخليج، تقريباً 99.9% من الأشياء اللي أسويها، من العمليات اللي أسويها تجميل بحت. نعم. إحنا نسميها كوزماتيك أو أستريك سيرجري. قصدك بالتجميل البحت إنه هو يعني لتجميل الجسم بحكم مثلاً تغير الوزن، بحكم الحمل والولادة، بحكم دهون زائدة، سواء يعني أغلب الحالات تكون بهذا الشكل، مو حالات تجميل بسبب عيب خلقي خلينا نقول أو مؤثر يعني على الصحة. نادر جدا ما أشوف هذه الحالات. يعني نقدر نقول دكتورة بلا شك أنت يعني نعرف نش دراستي أكيد في دول أوروبية، فرنسا حسب علمي، وطلعنا على تاريخك الطبي الجميل المشرف للأمانة. يعني تلاحظين هناك فرق دكتورة بين الأشياء اللي نشوفها أو اللي طلعتي عليها أنت في أوروبا، نوع الأشخاص اللي طلبون تجميل، واللي نطالع اليوم في الخليج وبالتحديد في البحرين؟ لا أبدا، يعني أنا تناول المرأة والرجل تقريبا بنفس النسبة، وكلهم مطالبهم إلا المرفوضين مطالبهم طبيعية،
يعني نعم. مثلا دهون زائده عن اللازم او عنيده، مشاكل في الجلد، مشاكل ترهلات، وزن زائد ونقص مره واحده الشخص فيحتاج نعم. عمليات شد وغيرها. الأعمار، يعني لما تي المريضة تكون وصلت لمرحلة من العمر بدأت التجاعيد والترهلات في الوجه أو بالجسم، تعيد فيهم الحيوية وتعيد فيهم نظرتهم المقبلة على الحياة. فلا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا وفي البحرين، مثل ما أنا جربت في كل هاي الدول، كل ما كنت تشوف في نوعية الطلبات التجميلية. نعم نعم، يمكن أنا اللي أقصد بلا شك الإنسان إنسان، يعني هذه لا الرغبات، يعني ما في تعليق عليه يعني بلا شك. أنا اللي المقصد كان من السؤال هو أن ربما تكون هناك، يعني عادة من المعروف، يعني فرضا عمليات تطلب في هذه المنطقة يمكن ما يحتاج الشخص اللي في المكان الثاني، فرضا العلاج مش إنه ما يحتاجها، يعني حتى ترى في الخليج، يعني مثلا في بلدان في الخليج فيها نعم. سمنة أكثر من غيرها، ترى بلا شك فيها جينيتكس، فيها شكل معين يختلف عن الآخر، فيها جلد يتغير في ناس غيرهم جلدهم ما شاء الله العوامل الوراثية، يعني في عوامل مختلفة. هذه أنا أقولها باللغة العامية الحين نعم. بس طبيا بعد في اختلافات ما بين شعب والآخر، وفي اختلافات في الأحجام نعم أوكي، فيعني وفي المطالب، يعني في ناس تطلب المبالغة وفي ناس تطلب القلة، لأن المجتمع يفرض رغبته أو يفرض اتجاه الرغبة عند المريض. نعم، اليوم دكتورة بالرغم من انتشار عمليات يعني التجميل وجراحات التجميل، إلا أن ما زال هناك بعض المخاوف من مضاعفات أمور قد تترتب على إجراء عملية التجميل اللي يقوم فيها أغلب الأطباء اليوم. شلون تضمنين لمرضات شخصيا دكتورة عبير وجود معايير السلامة وأيضا أقل مستوى من المضاعفات أكيد وجودة بنفس الوقت؟ بالفعل هذه أنا ميزتي، يعني أنا أحب أتميز بأن عشان كذي يمكن أرفض الحالات اللي يمكن ما تتقبل النتائج أو ما تقدر تتحمل العملية نفسها. أنت قلتها، هي نبي الأمانة والسلامة في العمل نفسه، وفي نفس الوقت الجودة موجودة. الجودة في نفس الوقت نعم. خصوصا في التجميل، يعني لازم يكون العمل جيد، لأن توقيعي في الأخير راح يكون على جسم المريض أو المريضة صح؟ نعم. فلازم تذكرني بالخير في الأخير. لكن ما يمنع أن لأن جزء من أجزاء الطب اللي فيه مضاعفات وممكن تصير مضاعفات خارجة عن إرادتنا، بس لازم نكون قادرين على أن احنا نعالجها قد ما نقدر. فالمريضة قبل ما تخضع للعملية أكيد بتوقع على أن العملية راح توفر لك اللي أنت تبينه، بس في نفس الوقت في مضاعفات جائزة ممكن تصير. نعم، علاقة الطبيب بالمريض من أجمل العلاقات اللي تكون بين شخصين ممكن في الحياة بشكل عام، بدأ من أخذ الهستوري مثل ما يسمى بالطب والتاريخ المرضي، انتهاءً بتوقيع الطبيب على جسم المريض من ناحية علاجه وتجميله. شلون دكتورة تكونين علاقة جميلة خلنا نقول بينك وبين مرضاك، وش كثر يمكن هالعلاقة تنعكس على سير العمل عندك؟ أنا توقيعي مو بس على الجسم، وأعتقد إنما على حتى نفسية المريض أو المريضة. أحس أني جدا محظوظة بمرضاي، ويمكن ترجمتهم لحبهم لي تعطيني مسج أن والديني راضين عني وأن الله يحبني، لأن إذا كل يوم أتلقى تعبيرات عن حبهم لي هذا بالنسبة لي شهادة. فبالفعل علاقتي مع مرضاي أحسها علاقة أخت بأختها أو أخوها، علاقاتهم دائما حتى ينسون يقولون لي دكتورة، أو بالأحرى صرت ما أحب أسمعها. جزء من العائلة أصبحتي بالفعل. الله يحبب خلقه فيك إن شاء الله، ويبارك لك في رزقك ومكانك دكتورة. المهم اليوم واستضافتنا تحديدا عن هذا الموضوع مشروع السياحة العلاجية التجميلية في البحرين. احنا نشوف اليوم دول الخليج الخليجيين، خلينا نقول من ضمنهم بلا شك البحرينيين، يذهبون لبلدان معينة للأمانة لإجراء جراحة تجميلية، خلينا نقول الشعر، الوجه، التنحيف وغيره صح. في دول معتادين الخليجيين يروحون لها. اليوم انت شو اللي خلاك تفكرين بدل ما تخلين هالناس يروحون برا تخلينهم يقعدون في البحرين، وأيضا تجذبين السياحة العلاجية والسياح اللي يودهم يتعالجون للبحرين اليوم؟ شو اللي خلاك تفكرين في هالفكرة؟ هي مو فكرة ولا برغبة، هي حقيقة واضحة موجودة. أنا كنت في يوم من الأيام، أنا بدأت عملي في الخليج 2007 في السعودية نعم. وبدأت عملي في البحرين 2009 نعم. في هذاك الوقت كانت فكرة مو بحقيقة مو بواقع. في ذاك الوقت كانوا معظم الناس اللي تمر علي كمرضى
يذكروني ان احنا كنا نروح البلد الفلاني للتجميل، فقلنا بنجربك. كانوا يعني كنت انا حديثه في هالمكان، وكنت شويه اتاثر لما اوكي يعني شيء ينقصنا احنا يعني كبحرينيين، ما في نقصور، ما في نقصور، واحنا نعم. متفوقين. يعني انا ما صرت طبيبه يعني بالوسط، لا صرت طبيبه من اجتهاد، من اجتهاد من وانا عمري 13 سنه وانا افكر اني بكون طبيبه. نعم. فاحنا قدها، فصرت قلت حق نفسي ان انا بسعي في عملي بضمير، متاكده ان في يوم من الايام راح نكون احنا المصدر. مو راح نكون احنا، كنا نقدر نقول دكتور احنا قاعدين نشوف احنا المشروع اليوم، احنا ودنا نعرف على شنو يشتمل هالمشروع اللي فعلا قاعد تخططين له. خلينا نقول بديتي يشتمل الفكره الاساسيه، يعني اذا انا كنت في يوم من الايام نقطه اجذبت الخليجيين وغير الخليجيين في العياده اللي كانت في الاول جزء من طابق، والحين الحمد لله صارت طابق كامل ما شاء الله. في هذه المكان ان شاء الله، وهذا هو الهدف. نعم. انه احنا نكبر ونكبر اسم البلد، البلد واحنا ما نهر والعبث. فاذا البلد سنت قانون وعطتنا نظره مستقبليه سمتها رؤيه 2030، ايش معناتها؟ يعني دعايه؟ لا، هي تحفيز لنا، تحفزنا إحنا كأهل البلد نقول كيف ممكن نستغل رؤية البلد 2030 ونصير إحنا وهي بالفعل. يد واحدة. إحنا كلنا بالفعل كبحرينيين جزء من نجاح وطننا بلد أكيد البحرين. بالفعل. أنا فخور جدا بكل عمل تقومين فيه دكتورة، على الهواء نقولها لك أكيد تحية لك بالنيابة عن كل مرضاك، وتحية لك منا خصيصا برنامج البحرين اليوم، استشارية جراحة التجميل الدكتورة عبير الكبيسي، شكرا لجمال حضورك. شكرا، شكرا جزيلا، اشكرك. من جراحات التجميل مشاهدينا بناخذكم للانجازات الرياضيه البحرينيه المتميزه في عام 2016 واللي نفتخر ونعتز فيها، كونها دليل يبين قدره الرياضيين البحرينيين على التميز والابداع، بالاضافه الى الجهود الكبيره اللي بذلها رجالات العمل التطوعي في الانديه الوطنيه والاتحادات الرياضيه. تقديرا لهالجهود قام مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي بتكريم الاتحادات الرياضية. نتابع أجواء حفل التكريم وبعدها ننتقل لزميلتنا خول المراغي وفقرتها الخاصة بالمبدعين البحرينيين.